السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شيوات كوزينتي. اليوم ان شاء الله الى حين الله غادي نديرو دي بيسكوي ديال بات فويتي اللي غادي نحتاجو ليهم. عندي هنايا لا بات فويتي، عندي السكر سنيدة، كاينة عندي بيضة. هنا باش غادي ننكه عندي هنايا جوج ديال الحكاك ديال دانون ديال كيري بالنكهة ديال الفاني، عندي هنايا جوج دانيت ديال الكراميل، عندي جوج طانيط ديال الشوكولاط. باش غادي نزوقو عندي هنايا ميلكا ديال الاوريو، ها هي. عندي هنايا البسكوي ديال اللوتوس مقطع على جوج. عندي هنا لي ميرتي، الا ما كانش عندكم لي ميرتي تقدروا ديروا الفراز ولا اي نوع ديال الفاكهه كان موجود عندكم، حتى من كيوي تقدروا ديرو. وعندي هنايا لا كريم شانتيي اللي ديجا انا مطلعها. على البلون اللي غادي نخدمو عليه، انا درت فيه هنايا مايزينا، غادي نسرح العجينه ديالي. من بعد ما سرحت العجينه غادي نقطع هاد الجناب باش تجيني مقاده. وغادي نقطع دي كاري، يكونوا كبار. كيجيو على هاد الشكل بحال هكا. غادي نستفهم في اللاطا وغادي نسرح العجينه الاخرى اللي بقات عندي. من بعد ما كملت اللاطا الاولى ديالي ديال هذا ديال لي كاري اللي صيبت، غادي ندهنهم بالبيض. غادي نتقبل البسكوي ديالي على هاد الشكل بحال هكا. من بعد ما كملت البسكوي ديالي في هذا التقيب بالفرشيط، دابا غادي ندير شويه ديال السكر سنيدة على كل وحده. غادي ندخلهم للفران اللي انا مسخنه على درجه الحراره 180 درجه. غادي ندخلهم ما بين 15 حتى 20 دقيقه، يعني غير من بين لكم انهم طابوا وتحمروا، وغادي نخرجوهم باش نزوقوهم. بالنسبه لكريم شونتي قسمتها على ثلاثة، كل ثلث غادي ننكهو بحال دابا. هاد الثلث عندي انايا هنايا غادي ننكهو بالفاني. غنخلطو مزيان، هاي النكهة الاولى هاي وجدات. بالنسبة للثاني غادي ندير فيه هاد الدانات ديال الكراميل. وحتى هو نفس الشيء غادي نخلطو مزيان. الخليط ديالي تاني ها هو وجد، حتى هو كي كتشوفو. غادي نجيب الثالث وغادي ندير فيه هاد الدانة ديال الشكلاط. صافي غادي نخلطوه مزيان. لاكريم الثالثة ها هي حتى هي وجدات. دابا غادي نديرهم في الثلاجة باش يبقاو ليا باردين. الحلوة ديالي من بعد ما طابت وتحمرات كتجي على هذا الشكل بحال هكا. انا غادي نخليها تبرد باش غادي نزوق. من بعد ما بردوا لي البسكوي ديالنا، انا دابا في لابوشادوي درت لاكريم ديال الفاني. غادي نديرو ريضه بحال هكا. الوغ من بعد ما كملت هاد اللولين بهذا بلا كريم ديال الفاني، غادي ندير فيهم هاد الميغتي بحال هكا. كي قلت لكم الا كان عندكم الفخاز ولا كان عندكم الفرومبواز ولا اي ديسير اخر تقدروا ديروه.
بالنسبه لهاد الثانيين غادي ندير لهم الكريم ديال الكراميل نفس الشيء. بالنسبه لهادو غادي نديروا فيهم البسكوي ديال اللوتس على هذا الشكل. بالنسبه لهاد الاخرين غادي نديروا فيهم لاكريم ديال الشوكولاط. بالنسبه لهادو ديال الشوكولاط غادي نزوقوه بالميلكا على هذا الشكل بحال هكا. البسكوي ديالنا ها هو موجود بالانواع ثلاثه ديالو، غادي نديرهم شويه يبردوا وغادي نقدموهم ان شاء الله بالصحه والراحه.